صباح الخير، النهارده يوم جميل. صباح الخير، ايه احنا اصلا الساعه 1:30. مساء الخير، اهلا بيكم، شكرا ان انتم موجودين هنا. النهارده يوم جميل، انا هقضي النهارده مع ابني او بقضي النهارده مع ابني، يعني مش عارفه اتكلم. هو في ايه؟ انا وابني لوحدنا مع بعض عشان جوزي سافر، واليوم اللي فات قضيناهم مع بعض، ودلوقتي هنروح عند البحر نقضي شويه وقت في الشمس، نبسط شويه. انا بعمل قهوه، سخنت اكل لابني عشان شاطره جدا، شاطره جدا جدا. يعني ايه ده؟ ايه الشطاره دي؟ مصدقه نفسي. حته لحمه نسعتني. اخس عليكي، اخس عليكي. اعتقد انه الخطة اتغيرت. نورة صاحبتي عملت براونيز، فاروح اكل، هروح بيت واحده صاحبتنا كده اقابل البنات وبعد كده اكل، وبعدين اعتقد كل حد من البنات واخد لبس الميه بتاعه، فممكن بعد كده بقى نبقى ننزل البحر. يا رب نسيم يبقى كويس في بيت صاحبتي وما يعملش قلق، بس احنا ما خرجناش من الصبح. رحنا عند صاحبتي واكلنا براونيز، هنطلع البحر كمان شويه. الشمس النهارده جامده قوي، مشرقه قوي، رغم ان احنا في اكتوبر بس في هوا، فالحمد لله. انا مزاجي النهارده حلو قوي باين. انا جبت نسيم النهارده الصبح وقعدنا في كافي شوب ناكل كرواسون بالشوكولاته. جبت كرواسون بالجبنه وجبت ده لنفسي، ما لمسش الكرواسون اللي انا جبته له، ما لمسهوش. كاكا كرواسون، مزاجه ما كانش احسن حاجه في البيت، فقلت يلا بينا نخرج نغير الجو شويه. مش عارفه لو الموضوع نفع ولا لا. انا مبسوطه قوي عشان اليومين دول الجو بدا يبقى اللي هو ايه، ممكن نلبس قمصان طويله وكده. مش دايما الواحد عايز يطلع من هدومه، بحس ان انا في الفصل ده بعرف البس اكتر، انما الصيف بيبقى اللي هو دوم ايه دوم ايه. نعم، انا بقطع العيش. امبارح كنت لبرايز الحبيبه. هو ايه ده؟ طب ايه ده؟ لا احس حبيبتي عملته، ما كانش في الفريزر. لا ده وقت الفطار الصباحي. بسم الله، قاعدة بفطر مع الشباب، مع نسيم ابني وصاحبه حمودي. وانا مش عارفة انا ازاي صاحية النهاردة، النهاردة حاسة ان انا بجد تعبانة موت، مش قادرة خالص، بس الحمد لله. ده النهاردة يوم كام من غير دان؟ رقم دان ماشي يوم الاربع، خميس، جمعة، سبت، حد، اثنين، ثلاث. يا ده يوم رقم 6. عدى نص الوقت، هو ان شاء الله قريب يجي. بس انا فخوره قوي بنفسي الحمد لله ان انا عارفه اتصرف واتعامل. هو مش موجود النهارده، بدات اغسل غسيل، عملت فطار بالكاميرا قالت لك ايه. الكاميرا مش بتقول حاجه، انا اللي بقولها. با حمي تعرف انت عارف اقول لهم حطيت ايه دي هنا؟ دي قالت عبال دي فطوره. عايز ايه؟ انا رايحه تاني اقابل الناس اللي معايا في الكورس انا اخدته ده. وجود ناس حواليا دلوقتي وبالذات ستات، وانا حاسه انا مش لوحدي، ده بينقذ حياتي. لو كنت لوحدي ما كنتش هبقى مبسوطه خالص. جوزي مش موجود وقاعده مع ابني 24 ساعه، كنت هبقى مبسوطه قوي. مش قصدي حاجه، انا طبعا مبسوطه جدا انا بقضي وقت معاه، بس احساسنا لوحدي ده مش لذيذ.
امبارح عديت على اصحابنا اللي هي برضه هروح اقابلها النهارده، جبت من عندهم مكرونه وعيش معمول في البيت فريش اللي فطرنا بيه النهارده الصبح. انا ما اعرفش الصوت هيطلع حلو ولا لا علشان العربيه صوتها عالي قوي بس انا بحبها. انا ممتنه جدا ان بقى عندي عربيه، الحمد لله رب العالمين، غيرت حياتي اعتقد بطفل بالذات. ان انا دلوقتي مش شايله ابني دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، بحمد ربنا على النعمه دي كل يوم. عمري ما بتعود انه عندي عربيه، عمري ما هتعود اعتقد. انا تعبانه قوي بس كويسه نفسيا. انجاز ده ولا ايه؟ صحيح مش مش نروح البيتش دي اكتر واحده بحبها. تلبس شورت؟ واو البس شورت نروح البيتش. يلا بينا. تقدر تلبس نفسك؟ عادي. البس انت يلا. برد قوي وهوا قوي مش عارفه انزل الميه ولا نعمل ايه. فاكره الدنيا هتكون اهلا بكده بكتير. نعم بقالي حبة حلوين ما قعدتش اتكلمت مع الكاميرا. مش عارف شكله عبيط ولا شكله عادي، بهز الكاميرا قوي. كان ورايا كذا حاجة محتاجة اعملها بس اخترت ان انا هعمل الحاجة اللي هتبسطني اكتر من الحاجات المهمة او الضرورية بمنتهى الصراحة. اللي هو ورايا مثلا ان انا انشر غسيل، مفروض استحمى عشان بمية البحر بقالي 3 ايام. ايه ده، لا انا تقريبا استحميت امبارح مش فاكرة خالص. المهم يعني حسيت ان انا عايزة استحمى بعد البحر. ايه كمان ورايا؟ ورايا ان انا اقعد اعمل اديتنج مثلا. بس في الاخر قررت ان انا هقعد اشرب كوباية القهوة قبل ما نسيم يصحى ودلوقتي نايم علشان دي الحاجة اللي انا احب اعملها على رواقة. الحمد لله الوقت اللي انا قاعده لوحدي مع نسيم اسهل مما اتوقع نفسيا، يعني طلع اسهل مما توقعت. بالنسبه لجسمي حاسه ان انا مرهقه جدا. في حاجه انا منظوري اتغير فيها تماما مع نسيم فتره كده طويله بعد ما تم سنه اعتقد. كنت بحس انه ايه ده انا زهقانه قوي من ان انا قاعده بلعب لعب اطفال طول النهار او قاعده بلعب معاه في الرمله بس طول النهار او مش عارفه. كنت بحس ان الوقت بصراحه في وقت يعني من اللي انا بقضيه معاه ممل. وكنت بقول لجوزي كده فتره كنت حاسه اللي هو يو مش قادره اروح تاني اقعد جنب البحر ونقعد نحط الرمله في جوه الطبق. ولما شفت قد ايه الوقت الكويس انا بقضيه معاه انا لوحدي بيفرق معايا، يعني دلوقتي جوزي مش موجود في المعادله وانا بس، فبشوف الموضوع قد ايه بيفرق معايا نفسيا وعقليا وكل حاجه لما يقضي وقت مع امه بيعمل حاجات اللي هو بيحبها. ده اولا. تاني حاجه ان هو يقضي وقت مع امه من غير اي حاجه تشتت انتباهي انا اللي هو بيبقى واخد انتباهي كله. تالت حاجه قد ايه بيفرق معاه ان هو يقعد يعمل النشاطات في هدوء او من غير تاني، من غير ما يبقى حوالينا دوشه، من غير ما يبقى في اي حاجه. النشاطات اللي هي ان احنا مثلا نقعد على البحر ونقعد في صمت نحط رمله ونفضي رمله، يتمشى في الجنينه مثلا يلم ورد من على الارض، حاجات كده. الحاجات اللي هي بتبقى الى حد كبير فيها تامل وفيها بس ان الواحد قاعد بيلعب ويتفاعل مع البيئه او مع الطبيعه بس. بدات اشوف بجد قد ايه الموضوع ده بيفرق معاه بالذات في قد ايه هو بينفعل كطفل، يعني انفعاله بيقل كتير كل ما بقضي انا معاه وقت اكتر بدون اي ازعاج. لو بقى وقت انا وماما مع بعض بس قاعدين كده في حاله حضور بنعمل حاجه لطيفه وهاديه وبطيئه كمان، مش حاجه سريعه اللي هو مش بنتفرج على كرتون، مش مثلا قاعدين بنجري ورا بعض في كل حته. يعني القعاد ثبات وان احنا نعمل نشاط في حاله من في نوع من انواع التامل او التركيز فتره طويله بدون ازعاج، ده حاجه انا شايف ان هي بتفرق مع ابني بطريقه كبيره قوي. انا برضو الفتره دي ما وديتوش خالص الحضانه علشان حاسس بان بابا مش موجود، فرق معايا يعني ان بابا مش موجود هو اكيد حاسس. والموضوع يعني مش مخليه حزين بس الموضوع مؤثر فيه، يعني هو مؤثر فيه ان بابا مش هنا، فمش حابه خالص ان انا اسيبه في الايام دي. حابه ان انا اقضي كل الايام معاه على قد ما اقدر. في واحده صاحبتي ساعات بتيجي يعني تتمشى معايا شويه وتلعب معايا
وكده وانا باخد ساعتين لنفسي بس، قصدي غير كده مش حاسه انه مش حاسه ان انا جاهزه دلوقتي ان انا اسيبه لوحده. باخد بالي بزياده قوي ايه اللي بيأثر في نسيمه، ايه اللي بيوتره، وايه اللي بيخليه قلقان او حاسس بعدم ارتياح، بالذات في اول 3 سنين. حاسه بعد كده ممكن انشف عليه اكتر من كده بكتير، بس اول 3 سنين مش شايفة ان فيهم اي نشفان خالص. المفروض يبقى كلهم لين وتقبل وتفاعل واحتضان. ده اول 3 سنين، بعد كده مش شبشب. لا بهزر بجد، لو قعدت احاول اوصف قد ايه جسمي وجعني وقد ايه انا تعبانه. انا حاسه ان انا بتمرن كل يوم، حاسه انا بجد بروح الجيم كل يوم، عامل تمرينه جامده قوي. كنت فاكره برضو ان انا هبقى مكتئبه قوي عشان جوزي مش موجود، بس انا مبسوطه بالمساحه، قصدي مش مبسوطه ان هو مشي، بس يعني مبسوطه بالمساحه اللي بقت عندي، مبسوطه انه انا بحب الصمت اللي هو تسمع فعلا صوت الابره وهي بتنزل على الارض. بحب نوع الصمت ده في اوقات معينه، بالذات وانا تعبانه بحب الدنيا تبقى صمت خالص. هو بصراحه بره مش صمت، بره في عاصفة قوية قوي. بس جوه البيت صمت، فمساحة كده كبيرة من الصمت او انه مفيش اي حركة في البيت، مفيش اي حد تاني، انا لوحدي. الاحساس ده حتى لو لمدة ساعة او ساعتين لطيف. صحيح نسيم قرب يصحى اعتقد، متأكدة هينام قد ايه؟ بس النهاردة يوم من الايام اللي انا مش عارفة ازاي هكمل اليوم. الساعة دلوقتي 2:30 وفاضل مثلا 7 ساعات عقبال ما نسيم ينام، ما ينام مثلا 9:30، وما عنديش اي فكرة انا هكمل اليوم ازاي، ما عنديش اي طاقة. حاسة انا بجد تعبانة جدا ومرهقة ومجهدة، بس في الاوقات دي بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بجد حرفيا بتشاهد، لان انا مش قادرة ومش عارفة اعمل ايه. هو بس ربنا كده اقول له يا رب ارجوك اديني طاقة من ما انا مش عارفة منين، من حيث لا احتسب، يعني اللي هو دي يا رب والنبي. الناس تقولي على فكرة والنبي حرام، بعد اقول كده يا رب انا مش عارفة اعمل ايه خالص النهاردة، فارجوك بعد اذنك لو سمحت يا رب عايزة شوية كده ايه طاقة، يا رب اديني الطاقة عشان اعرف اقوم اكمل مع ابني اليوم. مش عارفة انا اعمل ايه. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. مما لا شك فيه، الامومة خلتني شخص افضل بطريقة انا عمري ما كنت اتخيلها ابدا في حياتي حقيقي، يعني الحمد لله، حقيقي الحمد لله. في كومنت ساعات بيجيلي بنات صغيرة في السن، مثلا اعتقد مش متجوزة ممكن، او متجوزة مش متأكدة، بس ساعات بتبعت مثلا بتكتب، قصدي انه ايه ده، انا ما كنتش فاكرة ان الامومة صعبة قوي كده، حاسة ان انا مثلا مترددة دلوقتي اكتر ان انا اخلف، او ايه ده انا اتوترت قوي لما شفت انه قد انت بتتكلمي عن ان الامومة صعبة. الامومة صعبة، او انا بالنسبة لي ان الامومة اصعب حاجة الست هتعملها في حياتها بالحمل بالولادة بكله، بس برضو هي اجمل حاجة الست هتعملها او ممكن تعملها في حياتها لو ربنا رزقها طبعا. مش قصدي يعني الناس اللي ربنا بيرزقهاش، اكيد ربنا هيديها حاجة تانية تبقى اجمل حاجة ممكن تعملها في حياتها ان شاء الله. بجد قلبي مع كل الناس اللي ربنا لسه ما رزقهاش لحد دلوقتي، بس حاسة انه برضو في توقع بتاع انه الامومة هتبقى اجمل حاجة بس مش اصعب حاجة في نفس الوقت، بس ده ما بيحصلش في الحياة الواقعية. لو اجمل حاجة بنعملها هي بتكون اصعب حاجة في نفس الوقت على النقيض، يعني لازم يكون في التوازن بتاع الابيض والاسود ده. هي اجمل حاجة واصعب حاجة. يا انا سافرت اتبسطت قوي، دفعت فلوس كتير، دايما في حاجة بتيجي بالتمن كده عشان احنا مش في الجنة. فانا بتكلم كتير عن يعني دلوقتي بتكلم انا دلوقتي بتكلم عن الامومة قد ايه جميلة، عشان حاسة انه يمكن انا مش بحط الجزء ده كتير في الفيديوهات، بس هي الامومة جميلة قوي وصعبة قوي الاثنين، والمراحل اللي بقى فيها جمال قوي بوصلها بعد صعوبة قوي. لو مثلا ممكن اقول من 0 لسنة مثلا كانت صعبة قوي جدا عليا، اكتر مما كانت صعبة على جوزي، بس بعد كده ممكن من اللي هو النقله بتاعت سنه ونص، من سنه لسنه ونص دي، هو جوزي ممكن يبذل فيها مجهود اكتر مثلا مع ابني، بالنسبه لي بقت دلوقتي الطف، او بدات اللي هو افهم كلامه فبقيت ألز، او بقى بياكل اكتر فما بقتش بردع كتير فبقيت حاسه براحه كده. في مرحله صعبه قوي وبعدها مرحله فيها لذاذه كتيره جدا جدا جدا، وانا عايزه ابقى حاضره للاثنين، اللي هو عايزه في الصعب ابقى حاضره وفي الحلو ابقى حاضره، واتكلم على الاثنين او اركز على الاثنين بنفس المقدار، اللي هو انا بركز او قصدي يعني مش بركز معاها عشان لو اشتكي منها، يعني قصدي بتعلم من الاثنين كتجربه ابقى حاضره فيهم بنفس المقدار. حتى لو حتى الجواز برضو كده، الجواز برضو اللي هو جواز حد كويس قوي برضو الدنيا بتبقى صعبه قوي يعني على النقيض، بس طبعا في ناس متجوزه ناس وحشه قوي والدنيا صعبه قوي في نفس الطريقه. بحس انه لو في ده مش الموضوع مش موزون صراحه. انا بتكلم على يعني ساعات بنحس انه ايه ده، الله ده ربنا اداني زوج جميل او لقيت فتى احلامي مثلا وكل حاجه بقت بعد كده تبقى سهله، هذا ليس حقيقي. في برضو كومنت جه ضحكني قوي عشان كان عندي نفس الفكره، يعني في بنت برضو كتبت يا انت متجوزه ولسه بتعاني من نفس المشاكل النفسيه دي، انا كنت فاكره ان انا لو اتجوزت حد مشاكلي هتروح او الموضوع هيبقى سهل، بس ده من الواضح ان المشاكل اللي جوانا عمرها ما بتتحل، حاجه كده اللي هو كانت نظره تشاؤميه الى حد ما. بس برضو ده توقع في حد ذاته اصلا غريب، انه ما حد يجي يتجوزني كل مشاكلي فجاه تتبخر. لا ده ما بيحصلش في الحقيقه طبعا، هو اللي بيحصل العكس. يعني مثلا بنات او ستات قبل ما تتجوز بتبقى في بيئه موتره جدا، وتروح
مثلا تتجوز تبقى في بيئة أأمن أو أقل توتر، فكل الوجع مثلا أو التعب أو الحزن أو الزعل أو الاكتئاب أو القلق أو أيا كان اللي هي كانت حاسة بيه ومش عارفة تطلعه في البيئة المتوترة أو الغير آمنة دي، تطلعه بقى لما تحس بالأمان. هتطلعه اللي هو جواها، يعني مش قصدي هتطلعه على جوزها، ساعتها هتطلعه على جوزها، مش هكدب عليكم يا جماعة بصراحة. بس هو الجواز مش عصا سحرية، والزوج مش ساحر هيجي يحل كل المشاكل، ولا الشريك في الحياة برضو. دي حاجة أنا اتعلمتها، دي حاجة برضو اتعلمتها، اللي هو لا هو جوزي مش هيجي يحل كل مشاكلي، ومش لما الاقي حب حياتي برضو كل مشاكلي النفسيه تتبخر برضو. ده ما ينفعش، ولا ده ولا ده، هذا ليس حقيقي. كل اللي في الافلام الرومانسيه كذب والله. و يعني مش عايزه اتكلم على زوج حد عشان او شريك حد عشان انا ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، بس انا بحس ان كل الناس الرجاله يعني اللي بتعمل زي الافلام الرومانسيه بنكتشف بعد كده ان في حاجه غلط. بيبقى ورد وشوكولاته كده، وبعد كده بتبقى فيه حاجات تانية مستخبيه مش لطيفه. بس ما علينا، اكيد في ناس كويسه بتجيب ورد وشوكولاته، اكيد في ناس كويسه، بس قصدي مش زي الافلام، مش زي ما اتعلمنا من الافلام. وهيوقفوا في المطره كده تحت الشباك يغنوا لنا او يقولوا لنا احنا اسفين الكلام ده. لا انا هقفل الكاميرا عشان تعبت قوي من الكلام، وعايز اروح استريح قبل ما نسيم يصحى، وفقدت حبل افكاري تماما، وربنا معايا اكمل النهارده. ادعوا لي ارجوكم. الكاميرا تصور نص ساعة مثلا. هايل هايل، يلا برافو برافو برافو. جعانة قوي، عايز تاكل؟ جعانة جدا. ايوه دي سخنة ولا ايه؟ على مهلك. مش مصدقة؟ مش مصدقة قد ايه الاكل حلو النهاردة. تدوق الجزر؟ جزر. تعال نشوف لو اللحمه بقى طعمها حلو نفسها ولا ايه. بسم الله، احلى كلام اتعلمناه. ليه انا؟ شكرا. النهارده اليوم بدا باني مش عارفه اكمل اليوم ازاي، باني طاقه، ودلوقتي انا مبسوطه جدا بجد. انا مبسوطه قوي، وفي نفس الوقت عايزه اعيط، بس مبسوطه قوي الحمد لله. والله العظيم انا بقيت بتوكل على ربنا في الايام زي دي، والله الموضوع بقى بيفرق معايا جدا حقيقي، وبسلم له امري. سلمت امري ليك يا رب، بصيب نفسي كان اليوم الحمد لله. بصوا الاكل النهارده حلو ازاي وملون بجد، خضار ولحمه بس. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. انا حطيت شويه ميه على الدقيق، بصوا بيعمل ازاي، بيعمل عجينه، بيمسك نفسه. عايزين حته تعمل، عايزين حته عجينه بتاعتكم. ماشي هعمل لكم. انا اعمل لكم ولا انتوا تعملوها؟ احنا نعملها. حط لكم شويه ميه. يلا قلبوا بقى الدقيق والميه. برافو برافو، هنعمل عجينه. شايفين ان هي بدات تبقى عجينه؟ نعمل في الدقيق ده، الدقيق ده بنلزق بيه العجينه كده، وبعدين بص هتلاقي في عجينه بدات تتشكل كده في ايدينا. يوم تاني جميل، وانا بلعب بالعجينه مع نسيم. صح يا نسومي، نعمل عجينه دلع. عاليه عاليه، ده اجمل وقت في السنه، وبجد انا هستغل كل لحظه في الموسم ده في ان انا ابقى بره واعمل نشاطات بره مع نسيم. في ناس بتسالني في الحقيقه يعني، فحبيت اشارككم. في ناس تسالني اعمل ايه نشاطات مع ابني او بنتي اللي عندهم سنه ونص او سنتين. دقيق، نعمل عجينه. ايه انا احمد اوراق، ده بيبقى نشاط جميل مسلي جدا بالنسبه لهم وبالنسبه لي انا برضو بصراحه. هو سهل، بس نطلع نقعد في البلكونه او نفرش مشمع او اي حاجه ونقعد نعمل عجينه جوه الصينيه. احنا بقالنا مثلا نص ساعه بنلعب، وهنقعد نص ساعه كمان نلعب عادي. لو عايز تلعب بالعجينه تاني العب، لما تخلص تغسل ايدك بنفسك. اتفقنا؟ عايز تلعب بالعجينه بتاعتي؟ ما هي دي بتاعتي. ماشي خد. ازاي عملت دقيق وميه وقعدت اعملهم كده اكوره كوره؟ بص انا سيب عمل واحده برده. كوره عملت واحده اهو، عمل اهو العجينه بتاعته اهي. وري حموزي اهي، دي العجينه بتاعت نسيم، دي العجينه بتاعت نسيم.
نسومي عمل عجينه شاطر جدا قمر. بصي يا نسيم انا هعملها لك كوره الز الز الاوقات دي والله العظيم بجد. واحنا قاعدين بنلعب كده في الجنينه في الشمس كله مبسوط وقاعد بيعجن. معلش انا ابان ضلمه بس هي الدنيا مش ضلمه خالص، هي بس الكاميرا مضلمه شويه. كوره مين عايز الكوره دي؟ ايه ماشي مش عايز دي دي بس ما قفصها انت الكرة بتاعتك؟ حط شوية دقيق. ميه ميه ايه تاتي